لم يمنع اقتراب شهر رمضان الميليشيا من ارتكاب مجازر هي الأبشع بعد أن أقدمت على استهداف هذه الأسواق المكتظة بالناس بعدة قذائف مخلفة العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء. هذا سوق شعبي، تشوف قدامه هنا خضار، الكل كله هنا خارج بضع رمضان قبل بعد الفترة الوجيزة اللي شعرنا بها قليل أمن وأمان. اللي حصل أمس شكل مباغت، انفجارات، قذائف متعددة، قذيفة هنا، قذيفة عند جامع المظفر، قذيفة عند جامع جمال الدين، مستهدفين المدينة القديمة بشكل عام والأسواق الشعبية. هذا اللي حصل هنا. لا يوجد معنا أفراد مقاومة ولا يوجد أطقم ولا يوجد شيء، الكل كله هنا ناس شعبيين بسطاء كما تشوف هنا قدام. اللي راحوا أطفال، شباب مقتبل العمر، نساء، أطفال، ما في ناس حتى مسلحين. عدد من القذائف وصلت إلى أماكن متفرقة هنا في سوق باب الكبير الشعبي وسط المدينة، سقط على إثرها العشرات ما بين شهيد وجريح، حيث جرى نقلهم وتوزيعهم على بعض مستشفيات المدينة التي تفتقر إلى أبسط المعدات الطبية، لذلك تبقى الخدمات فيها شبه منعدمة مع نقص الكادر الطبي والأدوية والمعدات اللازمة التي تستمر الميليشيا بحصار المدينة ومنعها من الدخول. نحن في مستشفيات تعز بشكل عام والروضة بشكل خاص نعاني الكثير من المشاكل، وأهمها نقص الكوادر الطبية وقلة الأدوية وانعدامها ابتداء من بداية الحرب وحتى الآن. استمرار حصار المدينة في الأطراف وقصفها إلى الداخل بأنواع القذائف يضعف من أوضاع السكان المتردية بسبب حرب الميليشيا. حرب وحصار متلازمة الميليشيا الانقلابية في هذه المدينة، فبينما تقوم بقصف المدنيين تمنع حتى دخول أبسط الأدوية التي من شأنها قد تساهم في إنقاذ جريح، مما يضاعف معاناة الناس هنا جراء الجرائم المستمرة وصمت الحكومة الشرعية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.